مساء الخير. على الرغم من أن الأنظار ترقب اللقاء الثالث بين الرئيسين عون وميقاتي الأسبوع الطالع للبحث في التشكيلة الحكومية مع توسيع دائرة النقاش فيها، وفيما شهدت عين التيني هذا المساء لقاء جمع الرئيس بري برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قفز إلى واجهة المشهد اللبناني ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. فبعد أجواء مشجعة وصلت إلى الجانب اللبناني عبر السفيرة الأمريكية في بيروت، أعلن حزب الله عن القيام بإطلاق 3 مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حق الكريش للقيام بمهام استطلاعية، لافتا إلى أن المسيرات أنجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة. على المقلب، إعلام من المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت باعتراض 3 طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل. وقال رئيس حكومة العدو يائير لابيد أن حزب الله يشكل عقبة أمام اتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية، فيما اعتبر حزب الله وعلى لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن العدو الإسرائيلي أصبح يتعامل معنا الآن على أننا خطر وجودي على كيانه ومنظومته الأمنية والعسكرية. فهل ستقود الطائرات 3 المسيرة غير المسلحة فوق حق الكريش مسار التفاوض غير المباشر في ملف الترسيم؟ أم تكون رسالة حزب الله الجوية ترجمة لموقفه بأن الدفاع عن حقوق لبنان هو روحية وجود المقاومة؟ وبالعودة إلى يوميات اللبنانيين المتخبطين بأزماتهم، فهم سيستفقون غدا على مشهد الازدحام الخانق أمام المصارف بعد تحويل رواتب القطاع العام إلى حسابات الموظفين المصرفية. وعلم أن المصارف جهزت الأرضية اللازمة عبر الصرافات الآلية لتأمين السيولة بالدولارات، خصوصا أن سحب الرواتب سيكون بالدولار على منصة صيرفة استنادا إلى تعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان. جيش الاحتلال يعلن عن إسقاط 3 طائرات بدون تيار أطلقها حزب الله، والحزب يقول الرسالة وصلت. هي كانت ساعة فاصلة عن المعلومات المشجعة التي وصلت إلى لبنان عبر السفيرة الأمريكية دوروثي شي حول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، حتى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إسقاط 3 طائرات بدون طيار أطلقها حزب الله باتجاه المياه الاقتصادية لإسرائيل فوق البحر الأبيض المتوسط. ولفتت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى أنه تم إسقاط إحداها بواسطة طائرة F-16، بينما تم إسقاط 2 من قبل البحرية بواسطة نظام الدفاع الجوي برك 8 أي البرق، وجرى إطلاقه من سفينة صواريخ مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام النظام ضد التهديدات الجوية. وأشارت الجيروزاليم بوست إلى أن إسقاط إسرائيل ل3 طائرات بدون طيار له علاقة متزايدة بتهديدات إيران وحزب الله في المنطقة، وتحديدا محاولات الحزب لاستهداف منصات الغاز قبالة سواحل إسرائيل. أما جيش الاحتلال الإسرائيلي فأعلن أن حزب الله يحاول تقويض السيادة الإسرائيلية بشتى الطرق على الأرض وفي الجو والبحر، مدعيا أن المياه الاقتصادية جزء من إسرائيل وليست منطقة نزاع ولا نقاش بشأنها. رئيس وزراء حكومة العدو يائير لابيد قال خلال اجتماع لحكومته أن مسيرات حزب الله حاولت المساس بمنشآت إسرائيلية في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، وأن حزب الله يؤصل بطرق إرهابية المساس بقدرة لبنان على التوصل لاتفاق لترسيم الحدود. وأضاف لكل من يريد إيذاءنا من طهران إلى غزة ولبنان وسوريا، لا تجربون، فإسرائيل تعرف كيف تستخدم قوتها في وجه كل تهديد وعدو. كان حزب الله أعلن في بيان أن مجموعة جميل سكاف ومهدي ياغي قامت بإطلاق 3 مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية، لافتا إلى أن المسيرات أنجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة. وبالعودة
إلى العملية التي قام بها حزب الله فهي مرتبطة باسمي الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي. وسكاف هو من بلدة عيت الجبل وقد نشأ في مشغرة واستشهد في العام 94 خلال المواجهات مع العدو الإسرائيلي. أما ياغي فقد نشأ وترعرع في مدينة بعلبك وشارك في الحرب ضد المجموعات الإرهابية واستشهد في سوريا. بعد الغارة الجوية التي ضربت سوريا السبت ونسبت إلى إسرائيل، أفاد التلفزيون الإسرائيلي أنها استهدفت محاولات إيرانية لإدخال أنظمة دفاع جوية قادرة على تغيير قواعد اللعبة. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن تقرير تلفزيوني أن موقع الغارة الجوية التي ضربت بلدة الحميدية السورية بالقرب من ميناء طرطوس استهدفت سلاحا تم نقله بحرا باستخدام سفن إيرانية رست الأسبوع الماضي بحسب الصحيفة. في عين التين رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي. جنبلاط رأى بعد اللقاء أنه بقليل من العمل والهدوء والعقلانية المستقبل قد يتحسن، شرط ألا يضع بعض الفرقاء في الداخل شروطا تعجيزية. خلافا يعني للتحليلات وللأجواء أحيانا التشكيكية تبقى مؤشرات، يعني هذه الجلسة مفيدة جدا وإلى جانب جلسة الصداقة التاريخية التي قلائل من الناس اليوم يفهمونها إلا رفيق غازي وبعض الرفاق، لكن خلافا أو بعيدا عن الجو التشكيك في بعض مؤشرات مقبولة. الاجتماع الأخير للوزراء الخارجية العرب يعني بيفسرنا إلى حد ما الخروج، خرجنا من جو الطوق أو جو شو بنسميها الحصار العربي نتيجة جهود الرئيس بري، نتيجة جهود الآخرين، لكن بالتحديد جهود الرئيس بري. عندك مثلا عندنا المساعدة القطرية للجيش اللبناني، مؤشر إن شاء الله أن تأتي أخيرا المساعدة الأمريكية للجيش اللبناني التي وعدنا بها للجيش ولك والأمن، اتفاق الإطار الذي نادى به الرئيس بري والذي خرجنا عنه وضيعنا وقت ثم عدنا إليه فيما يتعلق ب 23 و 29 لكن عدنا إليه. إن شاء الله بشوية شغل بشوية هدوء بشوية عقلانية إن شاء الله المستقبل قد يتحسن، وأن لا نضع أو أن لا يضع بعض الفرق في الداخل شروط تعجيزية فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي المقبل. ماذا عن المسيرات التي وزعها الحزب باتجاه العدو؟ بتفيد بالضر؟ يعني بدي جاوبك انه كمان العدو مش مقصر، العدو باستخدام الاجواء اللبنانية. طيب انه كمان في قواعد اللعبة، اللي ما عم ننتبه لها احيانا او بالاحرى بعض من اللبنانيين ما بيشوفوها. في عندك قواعد اللعبة في استخدام الاجواء اللبنانية من قبل العدو الاسرائيلي. ما بتخاف من حرب؟ لا مش شايف حرب. طالب البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي بتشكيل حكومة سريعا وبانتخاب رئيس الجمهورية قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر. وقال خلال ترأسه قداس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان: لن ندع لبنان يضيع مهما كانت التضحيات والمبادرات التي قد نضطر إلى اتخاذها. نطالب المسؤولين السياسيين بتأليف حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن لحاجة بلادنا إليها أكثر من أي زمن مضى. نريدها حكومة كما ينتظرها الشعب، جامعة
توحي بالثقة من خلال خطها الوطني ومستوى وزرائها وجديتها في إكمال بعض ملفات العالقة وضمان استمرار الشرعية وحمايتها من الفراغ. وكما نطالب بإلحاح بتأليف حكومة جديدة، نطالب بإلحاح أيضاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وكما يقول الدستور في المادة 73، قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، وينتظر الشعب اللبناني أن يكون رئيساً واعداً ينتشل لبنان من القعر الذي أوصلته إليه الجماعة السياسية أكانت حاكمة أو متفرجة، ويعز على اللبنانيين أن تسعى جميع الدول المنطقة إلى البحث عن الحلول وعن مكان لها تحت الشمس فيما نغوص نحن في المشاكل والأزمات. فلابد من أن يستعيد لبنان طبيعته، أي حياده الإيجابي الناشط الذي هو المدخل الوحيد إلى الاستقرار والنمو. رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس سعودي خلال ترأس خدمة القداس في كاتدرائية القديس جورجيوس في بيروت أن على مجلس النواب أن يقوم بواجبه وفق ما يمليه دستور بلادنا، وأن ينتخب رئيسا ضمن الفترة المحددة، وأن يكثف اجتماعاته وينهمك بالعمل الرقابي والتشريعي. على الزعماء والمسؤولين أن يرحموا الشعب، وعلى الناس أن يرحموا بعضهم. الشعب يعيش خيبة أمل كبيرة بسبب الحياة السياسية الباهتة التي يشهدها. الانقسامات والتباينات والضياع والخفة في التعاطي مع وضع جد خطير تؤرق اللبنانيين. الفرص تضيع واليأس يتجذر في النفوس، وما زال مدعو التغيير يتخبطون دون الرسو على ميناء التفاهم والتكاتف والوصول إلى خطة عمل واضحة وفعالة. اليوم وقت الإسراع في تشكيل حكومة تحمل خطة واضحة للإنقاذ، حكومة على مستوى الظرف العصيب وعظم هموم المواطنين. لا حقيبة فيها، مكرسة لطائفة أو حزب، ولا حقيبة لاسترضاء جهة أو طرف. الاستحقاق الآتي هو انتخاب رئيس للبلاد، وعلى مجلس النواب أن يقوم بواجبه بحسب ما يمليه دستور بلادنا، وأن ينتخب رئيساً ضمن الفترة المحددة، وأن يكثف اجتماعاته وينهمك بالعمل الرقابي والتشريعي. على الحياة الديمقراطية تزهر مجدداً وتعطي ثماراً نافعة. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رأى أن العدو الإسرائيلي أصبح يتعامل معنا على أننا خطر وجودي على كيانه ومنظومته الأمنية والعسكرية، وشدد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة. كلام رعد جاء خلال احتفال تكريمي في بلدة بيت ليث.
نحن اليوم في مرحلة تشكيل حكومة، ونريد لهذه الحكومة أن تتشكل بأسرع وقت ممكن دون تضييع وقت ودون تنافس على زيادة حصة من هناك أو زيادة حقيبة من هنالك. ما نحن فيه اليوم في لبنان والمنطقة يدفعنا لتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات والإسراع في تشكيل الحكومة تمهيدا لانتخاب رئيس جمهورية جديد يمكن أن تتغير معه الأجواء وتصبح أكثر يعني ملائمة لمجارات التطورات التي تحصل في الإقليم وفي العالم. اعتبر النائب هاني قبيسي أن الوقت ليس وقت مناكفات ولا خلافات ولا محاصصات، فعلى الجميع تحمل المسؤولية لإنجاز تشكيل حكومة تتمكن من إنقاذ البلد. كلام قبيسي جاء خلال رعايته مهرجانا رياضيا على ملعب شهداء بلدة كفر سير. نرى بأن من يتحمل المسؤولية في هذه الأيام عليه أن يسعى لنقل البلد إلى شاطئ الأمان بطرد الخلافات السياسية وبطرد المحاصصة من الجسم الرسمي للدولة وبطرد الطائفية من أفكار وأذهان البعض. في هذا الاستحقاق على الجميع أن يتحمل المسؤولية وأن نسعى بسرعة لتشكيل حكومة تشكل واقعا أساسيا ضمانا أساسيا لكل أهلنا، بحيث تبحث عن حلول أساسية لرغيف الخبز وللقمة العيش ولأجرة الهاتف ولكل متطلبات الحياة، وتضع برنامجا حقيقيا لخطة إنقاذية يتخلص لبنان من خلالها من كل الهموم التي يحملها وأصبح المواطن شريف في حملها. الوزير فياض نادى بمضاعفة الجهود للمساعدة على العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، معتبرا أن المجتمع الدولي يضغط لعدم عودتهم. ترأس وزير الطاقة والمياه وليد فياض اجتماعا لعرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وقد ألقى كلمة لفت فيها إلى أن لبنان الصغير هو أيضا عانى من هذه التجربة واستطاع بمقاومته الاقتصادية والعسكرية والشعبية الوقوف بوجه أعتى قوى عسكرية، ولكن الحمل الاقتصادي الهائل فعل فعله في نهاية المطاف وشكلت أزمة النزوح السوري القطرة التي أفضت الإناء، وهو هذا البلد يعاني اليوم من أسوأ أزمة مالية في تاريخه. إدانة الاستهداف الممنهج للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي خلال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، ومطالبة القوى القائمة بالاحتلال بضرورة الامتثال لقرارات وقوانين الشرعية الدولية ومنها المادة 54 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977. وأضاف فياض أن طمع الجوار في المياه العربية شكل دوما تهديدا كبيرا لأمننا المائي، فأطمع العدو بمياه الفلسطينيين في نهر الأردن ومصادر المياه في الجولان ونهر الحصباني والليطاني، والنزاعات المائية على نهري دجرة والفرات، والأهم اليوم التهديد الكبير الذي يمثله سد النهضة للأمن المائي للشقيقة مصر يتطلب منا موقفا موحدا كما قال. زيارة لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في رأس أبيض لمستشفيات البقاع الغربية راشية، اطلع في خلالها على الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها هذه المراكز والمستشفيات، مؤكدا العمل كوزارة للمساعدة لتخطي الصعوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة. اللي عم نسمعه من مراكز الرعاية اللي عم نزورها اليوم انه هنالك زيادة بالإقبال على هالمراكز الرعاية، وخاصة من المواطنين اللبنانيين اللي حقيقة يعني كلفة الحكمة الباهظة عم تدفعهم أكثر وأكثر ليلاقوا حلول أقل كلفة عليهم. وهون نحن حقيقة بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لمراكز الرعاية الأولية اللي عم تقدر بالفعل تلبي
يعني هالحاجة عند المواطنين وبإمكانياتها يعني المحدودة عم تقدر حقيقة تستوعب هالأعداد الكبيرة من المواطنين اللي عم يجوا وتقدم لهم خدمة اللي شفناها اليوم، خدمة جيدة على جميع الصعد ومش بس بالصحة الجسدية، بالصحة النفسية والصحة الاجتماعية وغيرها. نحن حقيقة بزيارة أول شيء منقول فيها نحن كوزارة متضامنين وداعمين، ونحن عم نسمع أكيد الهموم والمشاكل اللي عم يشكو منها مراكز الرعاية الصحية، وعم نشوف الحلول اللي نحن ممكن نقدمها إن كان عن طريق إمكانيات الوزارة أو كان عن طريق إمكانيات الجهات الضامنة الدولية اللي عم نقدر نحن نأمن إن كان دواء أو كان مستلزمات أو وسائل دعم أخرى مثل الطاقة البديلة وغيرها. افتتح الاتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة غرب آسيا الثانية لألعاب القوى للشباب والشابات برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ممثلا بوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مدرسة الجمهور، وتجديد على تخطي المرحلة الصعبة وعلى أهمية الرياضة. هذا الوطن وطن الأرز الذي لا يعرف الاستسلام ولا يركن للأزمات، بل هو في جهاد دائم ليبقى شامخا محلقا في مجالات الإبداع. وما استضافة هذه البطولة اليوم إلا خير دليل على أن لبنان مصر على السير في سكة التعافي وصولا إلى الانتصار على كل معاناته. نجتمع اليوم في مدرسة سيدة جمهور هذا الصرح الذي لطالما احتضن الأنشطة الرياضية المحلية والدولية في بطولة تضم لاعبين من دول مختلفة تلاقوا على حب الرياضة وعلى مبدأ العقل السليم في الجسم السليم وعلى ثقافة العلم والفن والمهارة والأخلاق الذي يجسدها الرياضة. وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم راعى افتتاح منصة التوظيف التي أطلقتها وزارة العمل في مركز اتحاد بلديات بعلبك الهرمل بحضور عدد من رؤساء البلديات. بيرم شدد على أهمية ثقافة القانون وأشار إلى حصر 127 مهنة باللبنانيين، وأكد أن لا نية للمجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين لبلادهم. وأنا وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الخارجية قبل 3 جلسات من أنه نصير تصريف أعمال كانوا بمؤتمر بروكسل، وإجوا من مؤتمر بروكسل عم بيحطوا مجلس الوزراء بالجو، قالوا لنا الوضع سيء ببروكسل لأنه لا نية للمجتمع الدولي أنه يرجعهم إلى بلادهم، لا نية للمجتمع الدولي. طبعاً نحن ما بنحكي بعنصرية أو دي إخواننا أهلنا، بس أنا عم بحكي كمصلحة اقتصادية على لبنان. طيب أنا شو عملت؟ 126 مهنة حصرتهم باللبنانيين، ممنوع يقرب حد عليهم. هلأ أي صاحب عمل غير لبناني ما عم بقبله إلا إذا مؤسسة استثمارية بتعمل استثمار، وهذا قليل. هلأ الاقتصاد اللبناني ما بيجذب هلأ حاليا يا إخوان، اللي عم نعيشه نحن هلأ هو اقتصاد ميكروي صغروي. منين؟ من المغتربين. المغتربين عم بفوتوا فوق 6 مليار دولار، بس شو عم بفوتوا؟ عم بيعملوا استثمار فيهم؟ لا، عم بيعيشوا المجتمع. مجتمعنا اللبناني عايش هلأ 6 مليار للمغتربين مع بعض المدخرات الموجودة في بيوت الناس. هذا اللي معيش لبنان. لكن هذا ما بيعمل اقتصاد، هذا بيعمل لك اقتصاد ميكروي صغروي، يعني بيخلي العيلة عايشة ما بيخلي العيلة تتطور. إذن الاستثمار الذي يدخل إلى لبنان مش موجود حاليا، فقط عندنا المال المغترب ليعمل محافظة على نمط العيش عند الأسرة اللبنانية. وهلأ في إقبال شديد، يعني آخر إحصائية اللي هي أعلن امبارح وزير الأشغال معالي وزير الأشغال إنه بحزيران دخل إلى لبنان، اللي دخلوا إلى لبنان بشهر حزيران، يعني أول امبارح انتهى شهر حزيران، دخل نفس النسبة اللي وصلت بال 2019، معناتها في إقبال شديد إلى لبنان، وهذا يدل أيضا على وطنية عند المغترب اللبناني. وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن رأى أن موضوع التسويق لمنتجاتنا الزراعية إلى السعودية ودول الخليج سيعود قريبا جدا، ولكن عبر بوابتنا إلى الدول العربية سوريا.
اليوم كان في التزام من وزير الاقتصاد ودولة الرئيس ميقاتي أن الدولة ستشتري القمح الصلب اليوم والشعير بالسعر العالمي، يعني عم نشتري 500 من الهند ب 470 دولار مقبول نشتري من مواطننا. واحد اثنين، كيف عصيرفة ولا لا؟ أبدا، بسعر صرف الدولار اليوم. هل الإلي لازم خلال 5 أيام من الآن الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد بتكون حطت إذن السعر مربوط بالدولار وسعر صرفه هلأ مش على 1005. ثانيا، آلية الدفع سريعة، مش 6 شهور ومن نام، لا ليلة حتى نقول نحن عم نعطي رسالة لأهلنا ونقول لهم بدنا نزرع قمح. نحن اليوم التقديرات الأولية بتقول زارعين 210,000 دنم بكل لبنان، لله الحمد في بعلبك الهرمل أو البقاع تحديدا لكون دقيق، 60% من قيمة هذه المزروعات وهذه الدنمات عنا. خفضت وكالة فيتش للتصنيف الانتمائي توقعاتها بشأن ديون السيادية بسبب احتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد، وأكدت الوكالة التي تراقب أكثر من 100 دولة أن الحرب في أوكرانيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدة سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 بلدا، وهو مستوى قياسي، ومن بينها لبنان. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. إثر تزايد إصابات كوفيد 19 أعلنت وزارة الصحة عن تنظيم ماراثون فايزر من الاثنين 4 تموز لغاية الخميس 7 تموز 2022، داعية إلى توجه لأقرب مركز لتلقي اللقاح ومسح الكود على موقع وزارة الصحة لمعرفة أسماء المراكز ودوامات العمل. وللغاية وزعت منشورات توعوية عن أهمية أخذ اللقاح وعدم التردد به. سياحة بيئية ومأكولات تراثية في درج النيل في عكار. منذر المرعبي. مأكولات تراثية وموني قلوية وسياحة بيئية على ضفاف نهر الأسطوان في بلدة درج النيل في عكار، هالبلدة اللي غنية بمواقع تراثية وبيئية لافتة. خلينا نشوف الشاعرة والباحثة فادية بربر شو بتقدم لضيوفها بموقعها السياحي على النهر. ايه القعدة عندك حلوة، مأكولاتكم بعدها مأكولات تراثية، طبيعة حلوة. مأكولاتنا بعدها تراثية، طبيعتنا كتير خلابة، يعني مثل ما كنا شايفين كمان الهواء منعش، الطقس كتير بيريح النفس. شو بتقدموا للضيوف انتو عادة؟ بتقدموا مثلا بيجي الضيف بيتغدى عنكم بالمطعم ولا انتو هني بيجيب أكلته معه؟ نحن هون عاملين تسهيلات للضيوف، في الشخص يجيب أكلته معه شو ما بده، وفي ياخذ من عندنا كونه في عندنا مطعم ومنقدم فيه كل الوجبات من كل المأكولات. بليلي سراجة قمر سمارها من نجوم، والصبح نعسان وشي عميدادي، الابعيني الغفا مشوشر ومهموم، صار بعنده جفا عالوسوس ينادي. شرفونا على العكار، الطبيعة الحلوة والاستقبال الحضاري والكرم الضيافي والمأكولات الطيبة. من درج النيل في عكار، منظر المرعبي، أمين سليمان، تلفزيون لبنان. الحرف اللبنانية التقليدية إلى زوال إذا لم تحظى بالدعم المطلوب. الصناعات الحرفية في لبنان لا سيما حياكة النول والفخار باتت شبه مفقودة، ولكن في بعض القرى والبلدات اللبنانية هناك من يرفض الاستسلام للحداثة التي لا لون لها ولا طعم. ولكن من يصمد في هذا القطاع لا يجد أي دعم من الدولة للاستمرار في الحفاظ على إرث الأجداد. الحرفي ما أخذ حقه بلبنان، ما أخذ حقه، ما عنده ولا ما أعطوا ولا أي أولوية مثل بقية الاختصاصات، يعني ما بتستحق هذه الحرفي. هذه نحن عم نزاولها بكل مجهود اليوم بعد هالصعوبات وبعد هالأحداث اللي مرت بلبنان، كل يوم والتاني في دقة في حدث جديد. بالماضي يعتمدوا على هالأشياء، على هالحرف كان في الفخار وغيره. ف
فانقرضت يعني مثل ما قلنا، لأنه ما تعلمت أجيال كتير يعني من أجيال جديدة لحتى تكفي. أكيد ما بيعود في استمرارية، يعني هل بيموت قديم ما في وراء من يشتغل، يعني بتنتهي المصلحة الحرفي. ومن الحياكة إلى صناعة الأجراس التي اشتهرت فيها بلدة بيت شباب المتنية على مر العصور، فهي أيضا تقاوم اجتياح الأجراس الكهربائية للكنائس الجديدة. يعني على 1500 دولار يبقى جرس 5-6 آلاف دولار يبقوا 7-8 مليون ليرة. اليوم إذا جينا نأخذ جرس 200 كيلو حوالي 10 آلاف دولار، صاروا تقريبا يطلعوا حوالي 300 مليون. لها سبب أسهل، يعني مثل ما كنا نعمل بالسنة 30-40 قطعة، عم نعمل 10-15 قطعة. لبناننا القديم بفنه وحرفه وأدبه صورة رسمها الخالق على هذا الكوكب، على أمل أن نحافظ على ما تبقى من ذلك الماضي العظيم لشعب كان وسيبقى عظيما. رصاصة اغتيال شيرين أبو عاقل قيد الفحص في فلسطين المحتلة بإشراف أمريكي. أكدت إسرائيل أنها ستفحص رصاصة قتلت الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة لتحديد ما إذا كان أحد جنودها هو من قتلها، مضيفة أن مراقبا أمريكيا سيحضر عملية الفحص التي قد تخرج نتائجها في غضون ساعات. وقال الفلسطينيون الذين سلموا الرصاصة إلى منسق أمني أمريكي إنهم تلقوا تأكيدات بأن إسرائيل لن تشارك في فحص المخدوف. وأوضح أكرم الخطيب النائب العام للسلطة الفلسطينية أن الاختبار سيجرى في السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، وأضاف تم الحصول على ضمانات من المنسق الأمريكي بأن هذا الاختبار سيجرى من قبلهم ولن تكون هناك مشاركة من الجانب الإسرائيلي أثناء عملية إجراء الاختبار. ولم تعلق واشنطن بعد على الأمر، خصوصا وأن الولايات المتحدة في عطلة نهاية أسبوع طويلة لمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في 4 تموز. مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في 11 أيار الماضي خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والخلاف بين الجانبين بشأن الظروف المحيطة بمقتلها يلخيان بظلالهما على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخررة للمنطقة في النصف الأول من شهر تموز الحالي. فيما يتهم الفلسطينيون جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتلها عمدا، وتنفي إسرائيل ذلك مشيرة إلى أن أبو عاقلة ربما تكون قد أصيبت بنيران الجيش عن طريق الخطأ أو من قبل أحد المسلحين الفلسطينيين الذين كانوا يتبادلون أطلاق النار مع قواتها. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الاختبار لن يكون أمريكيا، الاختبار سيكون فحصا إسرائيليا مع وجود ممثل أمريكي على مدار كل مراحله. الميدانيات العسكرية تطغى مجدداً على الحرب الروسية الأوكرانية. كشف رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن بلاده تنفق شهرياً نحو 4.4 مليار دولار على الجيش الأوكراني، ذاكراً أن أوكرانيا كانت تنفق على هذا الجيش حوالي 5.3 مليار دولار سنوياً قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة. ميدانيا أعلن رئيس بلدية سلوفدينانسك شرق أوكرانيا أن قصفا براجمات صواريخ من قبل القوات الروسية أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في المدينة. وفي الميدانيات أيضا لفتت قيادة قوات دونيتسك الانفصالية عن أوكرانيا أن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت صباحا 3 مراكز سكنية في هذه المنطقة. في هذا الوقت السفارة الأمريكية في موسكو أزالت عنوانها من الموقع الإلكتروني ووضعت بدلا منه الإحداثيات فقط، ولم تبلغ السفارة التي كان عنوانها في السابق زغاق بولوشوي ديفلينسكي 8 عن أسباب التغييرات. وفي المواقف رأى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أنه يتم استخدام أزمة الغذاء لأغراض متنوعة ليس فقط في مجال الدعاية لتبييض وجه أوكرانيا وتحميل روسيا المسؤولية عن كل شيء، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل وفق ما نقلت الصحف الروسية اليوم. وكان أفاد التلفزيون التشيكي نقلا عن رئيس الوزراء السلوفاكي بأن بلاده قد تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز ميغ 29.
في الفكرة الفنية، جوني تطلق موسم صيف 22 بمهرجان يستمر لأكثر من 30 يوما، ومفاجأة غنائية في مهرجانات بعلبك الدولية الجمعة المقبل. بيير البيا. بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، قررت جوني الاحتفال بقدوم موسم الصيف، وقررت يكون اللقاء هيدي السنة بنص جوني أمام مبنى البلدية بسهرات وأنشطة متنوعة للأطفال وللكبار. الحدث أعاد الحياة إلى السوق بجوني يلي عم يزورها يومياً الألاف من كل المناطق للاستمتاع بهيدا الحدث، إضافة طبعاً إلى الليالي الفنية الغنائية الكتيرة ويلي رح تمتد على أكثر من 31 يوم. ومن أبرز الفنانين يلي رح بيشاركوا بهذه الاحتفالية النجمة كريستينا حداد والنجم رامي مراد وغيرهم كتار كتار من الفنانين. العد العكسي لانطلاق مهرجانات بعلبك الدولية بلش، وبهذا الإطار أفادت معلومات أن الشاعر البعلبكي الكبير طلال حيدر نظم قصيدة خاصة لمدينة الشمس ومهرجاناتها، ورح بتأديها النجمة سمية بعلبكي بانطلاق المهرجانات يوم الجمعة المقبل ب8 تموز، وقد لحن المايسترو لبنان بعلبكي لتضيء سماء المهرجانات من جديد هذا العام. Avant de t'en aller ce soir, viens m'embrasser. Viens m'embrasser à l'ornée الشهيرة للفنان العالمي خوليو إغليسياس، نشرتها النجمة رانيا باستاجيان على طريقتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نالت نسمة كبيرة من علامات الإعجاب على صفحات رانيا. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة، تصبحون على خير.